يوميا 100 بياخدوا 1 مللي جرام ايه؟ بياخدوا فين؟ نمبر 1 الابيسينيا سيت، فاكرين الابيسينيا سيت؟ اللي قلت لك بتبقى ايه صح؟ صح يعني ايه؟ يعني الابيسينيا سيت اللي هي البطانه بتاعت الايد دي ليها عمر عماله تتجدد كل شويه، فبتنزل في الايه؟ في الاسطول، الاسطول اللي هو الجراد، وهي نازله فيه فيها ايه بقى؟ فيها اير، فيها المخزن بتاع الاير، فبتاخد اير انا في الابيسينيا سيت اللي هي بيحصل لها شيلنج اي كلمه شيلنج بريك داون سلاب اي حاجه كلهم نفس المعنى تنزل في الاسطول تمام فباخد كده الاير في الابيسينيا سيت مفروض في حته ثانيه ممكن في الهير اللي بيقع دوت اللي هي واحد زرع شعر على طول بيقع الاير في الاسود العرق اي كميه اي بلبص اي بلبص يعني ايه مبدل الدم؟ يعني كده معايا امستر ونص زي ما هنقول دلوقتي في الكمين بياخدوا 2 مللي جرام شمال لسه قايلين اهو بياخد 1 مللي جرام ديلي 1 مللي جرام رقم كبير 1 مللي جرام ديلي بياخدوا فين؟ في الابسيليا سيل والهير والسويت واي بلاندوس اي كميه اي كميه من الدم تاخدها لاي سبب. ايه انواع البلاندوس؟ هنتكلم عنها لما نتكلم عن الانيميا. اصل يعني اكيد مش يوميا مش كل شهر يعني 2 مللي جرام متوسط يعني حسب كده كانت بتاخد اكتر من كده علشان حاجه اسمها انستيرول. خدي يا عمي الاسترول ما تخلصي حطي دي مره مقدار الدم اثناء المنستريويشن اقول لك اكتب لك الكلمه اللي بنتعلمها لما طبعا معايا اللي هي الدوره الشهريه لازم اكتبها هي ايه الدوره اللي هي زي مين اللي هي مين الريد لاكسل او الهيموجلوبين عنده فاكرين كان اعلى من الفينين لو انت فاكرين وسبب لسببين سبب قلنا قبل كده اللي هو ايه؟ عنده قلب هرمون الدهري بيزود تكوين كرات الدم الحمراء السبب الثاني ايه؟ ان ايه الاعلى من الفينين؟ الفينين دي تاخد هو ما بيحصلش اثناء الاستيرويد تمام؟ انا بتكلم على الوقت كده عن الالم ريكوايرد والكولاجين اي بني ادم يا بيرسون محتاج زي ما بعض الايرن يمتص كميه من الايرن قد الطاقه. الكميه اللي فقدها لازم يمتص زيها. يمتص زيها مين يا جماعه؟ الانتستين ابر سمول انتستين. الايرن بيمتص زي ما هنقول دلوقتي من الابر سمول انتستين زي ما قلنا المره دي. يبقى اي بني ادم لازم يمتص قد الكميه اللي فقدها يمتص زيها. تمام؟ يعني انا الكوارث المتلاله بقى اللي في الضغط ده 20 مللي جرام كتير عليا حد يعني بيجي له بقى انيميا انيميا نتيجه نقص الايرون لما بنتكلم عن الانيميا ده طبعا لازم يكون بسبب مش معقول نقص الايرون في الدم مش معقول ان الايرون مش قد انا شفت لها ايرون كتير في الدم صح؟ يعني انا مش باخد بستفيد من الايرون في الدم مش عايز انيمه كتير انا بستعمل الايرون اللي جواه اللي انا بتكوين تكسير كرات الدم الحمراء انا بس انا عندي كميه قليله والحمد لله انا باخد اكتر من اللي انا محتاجاه لأن جسمه هتلاقي أكثر كمية الأيرون قد إيه؟ الأرقام دي مش مهمة ولا مهمة؟ يعني صح كده؟ 30 و20 و1 و2 هما دي بقى 30 20 و1 2 أو 1 2 3 1 اللي بياخد 1 مللي جرام 2 اللي بتاخد 2 مللي جرام والدرجة فيها 20 مللي جرام 3 هي 30 هو الريكوايرمنت بتاعي مظبوطين يعني لما بتعرف ارقام ايه؟ 1 2 3 انا مش محتاجه كل الضرب فيها 20 مللي جرام هي اوتوماتيك فيها 20 مللي جرام ما انا هقول لك اهو انا اللي انا باخد الضرب ده مش محتاجاه انا اللي كان لسه هقعد ايه؟ بفضل انا باخد منه كميه صغيره يعني 20 دول فبفضل أو بيتخزن عشان لما يحصل لي مشكلة المخزن يزيد يبقى زيادة اللي أنا ما استعملتهاش هتتخزن وهتنزل صح كده؟ الأرض أصبحت وحاجة تانية مش عارفة تفصيل المرة اللي فاتت قلت لك مش هكتب التصحيح هتحتاجها رسمة كلكم رسمتوها بتاعي وصورتوها. الأرض أصبحت في جنين من الإنسير وصايد الكلام بقى بتاع الكتاب ومن السايلنت ريبوزا اللي هي إنت يبقى الأرض أصبحت من إيه؟ مين الجلد ده؟ الابر في سمول انتستين، يعني ايه ابر؟ يعني اعلى حته في سمول انتستين،
الارض مع القمر عشان ما ننساش، عشان في حاجه ثانيه هتقابلنا مش كده. هنجيب سيرتها دلوقتي. يبقى القمر مع ايه؟ القمر مع القمر الشمس. اسمها ايه القمر في سور الكسف بقى؟ اول حته في سور الكسف اسمها الفيدنم او ايه؟ الاثنى عشر. تمام؟ الفيدنم 20 من الله خلاص قلناه. القمر متغير الكلام ده بقى اللي قلناه قبل كده، لو راح موجود في هيئه النيل من 100 بروده هو اسمه الجيم اير ده 10%، بعد ال 10% وال 90% موجود في الميتاب والسيريال والجيم والكروت والكلام ده. الاير عشان ابصره لازم يتحول لفرق، والاير اللي انا باكله فرق، يبقى عشان يتحول لفرق مين اللي يحول لفرق؟ اتش سي اي زائد فيتامين اي سي، وتفاعل الاثار بالاسيد زي ما انا قلت كلمه اثار هو احمد في الاسيد. تمام؟ احمد نقطع راح ايه؟ قال ايه؟ طيب ترانسفيرين بالاير
الرصاص سموها مكتوب عندك الكتروني ريسيرش، يبقى ترانسفيرين هيودي الايرون للالكتروني ريسيرش اللي في البول وول. مين الالكتروني دي؟ اللي هي الخلايا اللي هتكون في الريد بلاد سيل. عايز اقول لك اسمها، في اسماء كتير على فكره. يعني انا بص اقول لك حاجه، انا عندي ماجستير في الهيماتولوجي في الهيماتولوجي، فاقول لك كل المعلومات. اتفقنا ايه؟ عندي معلومات الاساسيه. فهو ايه ترانسفيرين هيروح على ايه؟ الخلايا المكونه ايه؟ يبقى اكيد ايه؟ الخلايا دي عندها ريسبتور للترانسفيرين. يعني ريسبتور للترانسفيرين عشان الترانسفيرين يعرف يمسك فيها. ويدي الالم براحته. صح كده؟ مش هيرميه كده، يبقى هيتحد الترانسفيرين مع الريسبتور على الخلايا دي اللي في البول ماو عشان يديها ايه؟ الايرون اللي هو عايزه عشان يديها الايرون. تمام؟ نروح لفين تاني ترانسفيرين يودي الايرون؟ للمصر. صح كده؟ للمصر. ليه يروح للمصر؟ المصر فيها الهيموجلوبين بتاعها بس اسمه ايه؟ مايوس. لازم يروح للمصر عشان ياخد اير. ممكن بقى يروح كمان ليبر وايه؟ عشان يتحدد. خلينا نتكلم شويه عنه. خلاص الرسمه دي؟ تمام؟ يا جماعه نفس الكلام بعيد، هو عمال عيد. انتوا ما تنساش الريدكتيز يا جماعه، الريدكتيز وفي بروتين بعدها اسمه بي ال تي وفي دي اتش سي دي انتريال بروتين. شايفين النقطه اللي خدناها؟ تمام؟ وفي زي اسمه فوكسجينيز عشان الارم ريسبيز للريم. لما قلت لك في الهامش كده، الهامش الاقصى ايه؟ اكتب النقط. ايه اللي مر علينا؟ ريدكتيز اوكسيديز اوكسجينيز، او ريدكتيز في الاول بعدين اوكسجينيز واوكسجينيز. ايه البروتينات اللي مرت عليا؟ دي ام تي اتش سي ام، والثالث ايه؟ حد يقول لي بيرو بروتين. هم ثلاثه بروتين وثلاثه انزايم. طب كده في صف الارم ثلاثه بروتين وثلاثه انزايم. جوه الكيوسايت اللي هي السبايدر سيل معايا، ومنتجه الارك هيتخزن هيبقى بروتين. الخلايا التكتن عندها شورت لايف سبان، يعني عمرها مش راضي قليل، يعني ما يستلعش تاني، بتتجدد على طول خلايا التكتن وتنزل تكتن اهي في الاسم. تمام؟ لو انا محتاجاها يبقى انا بروح البلاد الصغير واتشال على ايه؟ راح على طريق الفيرو بروتين كانوا الفيرو اوكسيديز الكلام اللي قلناه بقى، ويروح بقى يمسك الترانسفيرين. تمام؟ الترانسفيرين عنده تو سايز للايرن، يا 35% ساتوريتد، وبعدين ينقلوا من ايه؟ من خلايا مختلفه اللي هي الاسكوردي سيل اللي بقول لك عليها، اللي هي الاسكوردي سيل ديت الخلايا اللي موجوده في الايه؟ في البول وول. تمام؟ واحد بيقول لي مثلا يعني الستيم سيل ممكن تكون فاكرينها، فاكرين الكوميتد ستيم سيل، بس في خلايا ثانيه غير بعد الكوميتد، يعني كان في فاكرين الكوميتد وبعدين كوميتد. صح كده؟ بعدين قلت لك ريد بلاد سيل. طب بين الكوميتد والريد بلاد سيل في خلايا ثانيه ولا على طول بقى كده؟ اه في فيها خلايا ثانيه. هتعمل الميثولوجي او هتاخدها غالبا في الميثولوجي. دخلت اهي مش مشكله، خلاص انا مش عايزاها تاني. تمام؟ بس في اسماء خلايا ثانيه. عايز اوعي دماغك بقى الاسكوبلاست والايرني والبروبلاست والدي كلوسات شايف الاسماء؟ هضيع وقت المحاضره في الميثولوجي، وانا عايزه ايه؟ اتكلم عن الفيسيولوجيكال كويس. هيروح للسويد سيل ديها عشان تصنع خلايا الدم الحمراء، هيروح للليفر ترانس برين يودي الايرن ليفر ايه؟ الخلف هاي ايه؟ ترانسفيرين. يروح للمخ علشان تصنع ايه؟ هيموجلوبين. صح؟ بس بسميه ايه يا جماعه؟ هو بس انا بسميه ايه؟ مايوجلوبين. بسميه كل السيل دي عندها الجسم الحته دي اللي كانت تقصرنا. صح كده؟ قبل ما الحته تكتبها؟ تكتبها لو الحته تكتبها مش مشكله، ترجم الرسمه خلاص. ايه؟ كده تمام؟ نبتدي بقى الموضوع ده. شوف يعني كل ده محضر المره اللي فاتت بس اتجوزنا شويه. ريجوليشن اوف ايرون، امتصاص الايرون. مين اللي مسؤول عن امتصاص الايرون وياثر عليه؟ يعني يزود امتصاص الايرون او يقلل امتصاص الايرون. هم حاجتين. الدايتري ايرون يعني الايرون اللي موجود في الدم، والـ
تبصروش ازاي؟ ان الايه لما يشوف الكتير في الدرج وابني بيقص على كميه الايه؟ الدي ام تي يعني ديكريز اماونت دي ام تي ديكريز اماونت Thank you.
يعني يرجع يعني intestinal absorption of iron يمنع امتصاص الايرون من الجسم. يبقى يمنع امتصاص الايرون من الجسم. ثاني حاجه يمنع الريليز اوف ايرون فروم ماكروفيج. ريليز اوف ايرون قلت الكلمه دي هقولها لك كمان شويه بس. يمنع الريليز اوف ايرون فروم ماكروفيج. ماكروفيج دي بتقطع عندها كرات الدم الحمراء وتطلع ايرون. الانسولين هيقلل امتصاص الايرون ويطلع ويقلل الريليز اوف ايرون. ريليز اوف ايه بقى؟ ريسايكلد ايرون. ايه ريسايكلد ايرون ده؟ اللي هيعاد تدويره. عارفين تدوير القذاره تدوير مش عارفه ايه بيسميه والحاجات دي؟ هو ده تدوير الايرون. يعني اول حاجه قبل ما يدوروا بره الجسم ويعملوا مصانع الحاجات ده جسمي اول حاجه كلمه التدوير دي اصلا اللي بتعمل في جسمي الايرون بيعاد تدويره. عرفت ربنا عامل ازاي؟ طلع ايرون ده تكتيك كرات الدم الحمراء يعاد استهلاكه مره اخرى. زي ما قلت لك مش محتاجه الارض في الدار كميه قليله قوي جدا. تمام؟ يبقى الكريز ريليف اور ريسايكلد ايرون هو اللي خرج من تكتيك كرات الدم الحمراء. انهبيشن اوف ريليز اوف ايرون فروم ليفر اند اذر سايتس. الانسولين هيقلل الايرون. هيقلل ايه؟ خروجه من الليفر. هو متخزن في الليفر على فكره الايرون معايا واذر سايتس. هو متخزن ايه تاني؟ خلاص متخزن في الانسولين في الانتستين في البول مارو في هيئه حاجه اسمها ايه؟ تيرتين. يبقى متخزن في الليفر اسهل حاجه الليفر طبعا والانتستين خلاها في هيئه تيرتين وليمف نود ونور. ده الاكل الانتستين. انا بتكلم عليه يا جماعه. فاكتور افكتد ابسوربشن اوف ايرون. مفيش فاكتور افكتد اكسكريشن. مفيش حاجه اتفضل من اكسكريشن اصل ده هيزود الاكسكريشن اوف ايرون عشان انا مش محتاجه الايرون. لا اللي هيأثر على الايرون هيأثر على هيبعت في الحته بتاعت ايه؟ امتصاص الايرون. يقلل امتصاصه فنتيجه كده ينزل في فاكتور افكت الانسولين بتفكر مع بعض. العقل كده. سيبك من الكلام ده. خلى الفاكتور اللي افكت الاريثروكويزي زي ايه؟ الهيبوكسيا. في الهيبوكسيا اللي بتزود الاريثروكويزين. الاثنين دول بيزودوا ايه؟ الاريثروكويزي. تمام؟ طيب يبقى هيبوكسيا وريتروبيوتين عشان يزودوا الريتروبيوتين هيعملوا نمرة واحد ايه؟ يبقى يزودوا امتصاص الايرون. يبقى يعملوا ايه؟ يقللوا المادة اللي بتمنع امتصاص الايرون. هي ايه المادة اللي بتمنع امتصاص الايرون؟ اللي هي الهيبسيدين. يبقى الهيبوكسيا والريتروبيوتين يقللوا الهيبسيدين. هيبوكسيا والريتروبيوتين يقللوا. ما دام عايز ازود امتصاص الايرون يبقى قلل المادة اللي بتمنع امتصاص الايرون. مين المادة اللي بتمنع امتصاص الايرون؟ يبقى الهيبوكسيا والريسبيتين يقللوا الهيبسيدين عشان ازود امتصاص الايرون. الايرون اوفرلودنج يعني ايه؟ ايرون كتير في الدم. عندي ايرون كتير في الدم او من اي حته. يعني حصل تكسير كرات الدم الحمراء فالايرون كتير في الدم. طب ايه اللي يحصل؟ انا مش عايزاه كل ده كتير في الدايت كتير وطلع كتير. يبقى يعمل ايه؟ الهيبسيدين ايه؟ يزيد عشان يقلل امتصاص الايرون. نمرة ثلاثة انفلاميشن. انفلاميشن يعني ايه؟ التهاب او انفكشن بس انفلاميشن اكتر. يعملوا ايه دول؟ بيزودوا الهيبسيدين. يبقى يقللوا امتصاص الايرون. هقول لك انفلاميشن يعني ايه؟ واحد عايز التهاب في الجسم انفلاميشن دم. التهاب في اي اغشية في الجسم. في اي جزء التهاب في الليفر التهاب في الانسولين التهاب في الانتستين اي التهاب اسمه انفلاميشن. هتاخد بقى اهل الميونيتي يعني ايه انفلاميشن؟ يبقى التهاب. تاني التهاب دوت اللي عنده التهاب عنده انيميا. تمام؟ اللي عنده التهاب عنده انيميا. هو ليه عنده انيميا؟ عشان الالتهاب كبروسس بتحصل في الجسم عمليه بتحصل في الجسم بتاع انفلاميشن اكيد ده مرض طبعا كونستيشن دراتولوجي. تاني التهاب دوت بيزود الهيكسيدين. يقلل ايه؟ امتصاص الايرون. يعني باختصار كده عايز بس كده ايه اللي انا عايز اعرفه الكلام ده؟ ان دايتري ايرون ديزيز يقلل امتصاص الايرون. الايرون لما يزيد في الاكل يقلل امتصاص الايرون. مش بس كل ده مش محتاج. نمره في ماده عندي اسمها هيبسيدين. الهيبسيدين دي بتعمل ايه؟ بتقلل امتصاص الايه؟ الايرون. الهيبسيدين دي ماده عندي في الجسم بتقلل ايه؟ امتصاص الايرون. تمام؟ البروتين. ده البروتين يبقى بيتصنع فين؟ في الليفر. صح كده؟
وعايزه ازود ديكريز ايرون. مين اللي اسرع عدد اكسجين؟ ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثه. اول حاجه هايبوكسيا، هايبوكسيا صح كده؟ تاني حاجه ثالث حاجه خليها انفلاميشن، انفلاميشن. تاني حاجه بقى اللي هي الايرون ايه؟ اوفر فود. هايبوكسيا ايرون اوفر لود انفلاميشن. اللي بيحصل بقى بيأثروا على الايلكتريون. او تاني دي ده بيقلل امتصاص الايرون، بيقلل الايرون. طب مين اللي اثر على الاكسجين؟ اعرف الثلاث كلمات اللي بيأثروا على الاكسجين في الاول. هايبوكسيا مع الاكسجين، هايبوكسيا ايرون اوفر لود ده في الايرون. ثالث حاجه انفلاميشن. يبقى هايبوكسيا ايرون اوفر لود انفلاميشن. دول اللي هيحصل. ايه اللي هيتم بقى؟ لما تفكر كل حاجه هتفكر. في حاجات حلوه، في حاجات هفكر فيها عشان ما انساهاش. الاكسجين بيقلل الايرون صح كده؟ هايبوكسيا سيميليت الاريثروبويسيس، يبقى اكيد ايه؟ تمام؟ انا محتاجه ايرون، يبقى هايبوكسيا تقلل تمام؟ ايرون اوفر لود ده كتير، يبقى انا مش عايزه ايرون، يبقى زود. انفلاميشن دمار هيعمل لي انيميا، يبقى هيتجوز. يبقى افكر وانا ايه؟ وانا بحفظ احفظ العناوين. هيبوكس ايرون اوفر لود، هيبوكس عايزاه يتجوز اريثروبوليسيس، يبقى تقلل. ايرون اوفر لود عايزاه يقلل الايرون مش محتاجه، يبقى يزود. انفلاميشن ده حاجه مش كويسه، ده مرض يعني انتهاك، يبقى تقلل ايه؟ يقلل الايرون مقصود. يقلل الايرون ابسوربشن عن طريق ان هو يدور تمام؟ ايه تاني بقى؟ لازم وانا بتكلم على الايرون ما ينفعش اخلص الايرون من غير ما اتكلم عن النيموكسيدروز. احنا سمعنا كلمه كتير قوي. نيموكسيدروز. ده اللي هو ايرون. ده الاكسس ايرون. لما يكون عارف عندي زياده وتخلي في هيئه الفيرمتين وتقول كده اسمها فيرمتين. الفيرمتين لما زاد قوي زاد عن حد، الفيرمتين اتجمعت مع بعضها وعملت فيرمتين. يبقى ايرون اول خطوه يعمل فيرمتين، فيرمتين ثاني خطوه يعمل نيموسيدين. يعني معنى كده النيموسيدين اخطر من الفيرمتين صح؟ كوليكشن. انا برجع لك كده. والفيرمتين كوليكشن من الايرون. يبقى الفيرمتين كوليكشن من الايرون والنيموسيدين كوليكشن من ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar?
ماليش دعوة، أنا عايزة كلمة واحدة بس، تايمو
او ولاد عمه ساعات يقولوا خليهم ولاد عمه في السواق زي لهم شيلوهم نفس الحاجه بالظبط. مهم تكوين الدي ان ايه، والدي ان ايه مهم التكوين الاماتور ريد بلاد سيل الاماتور ريد Gracias.